ولتسليط الضوء أكثر على الأوضاع المعيشية في العراق في ظل سوء إدارة الموارد النفطية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. رجاء الصوت ترى غير واضح. تمام دكتور، هل تسمعنا بوضوح الآن؟ شوية نحاول تحسين الصوت إن شاء الله. دكتور، صحيفة ذا ناشونال كما تابعت معنا في تقريرها عن السياسة الاقتصادية وانعكاساتها على الحياة المعيشية للعراقيين تقول إنه لا مؤشرات على انفاق العائدات النفطية الضخمة في العراق بحكمة، وهذا طبعا سيؤثر على الأوضاع المعيشية في العراق. كيف ترى سياسة توزيع الموارد على الاحتياجات في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشار التقرير أن الحكمة تنقصهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ 2003 ولحد الآن حكومات لا تعمل بحكمة وتروي، وإنما تقوم على ابتزاز الدولة وتحصيل كل الانفاقات إلى جيوبها الخاصة، وبالأخص الامتيازات التي تحظى بها الرئاسات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. نعم. تجد أن ما يقارب 40% أو أكثر تذهب إلى جيوب هؤلاء. أما الشعب من حيث الانفاقات لا يحصل إلا على قدر يسير، وهذا القدر حقيقة إنما يشكل وهما، وخصوصا في المشروعات الاستثمارية التي تحال بها المقاولات إلى جماعة الحكومة. نعم. من ناحية أخرى هناك شهادة داخلية محلية دكتور أدلت بها اللجنة المالية في البرلمان السابق، والتي قالت بأن آثار عدم إقرار الموازنة ستكون سيئة جدا في المستقبل في هذا العام. والسؤال هنا: هل كانت للموازنات السابقة آثار جيدة حتى تكون آثار الموازنة القادمة سيئة؟ لم يكن للموازنات السابقة أي آثار إيجابية، فهي ليست بالموازنات وإنما بالخطط السياسية والاقتصادية التي تعتمدها الدولة. الحكومات في طبيعتها حينما تقر الموازنات تقررها يتم إقرارها بصيغ ليست حكيمة أو رشيدة، وفي تقصي الحاجات الملحة التي يتطلبها الواقع الاقتصادي، وهي النهوض بالبناء التنموي للعراق بشكل كبير، وإنما يتم إقرار تلك الموازنات كما أشرت سابقا إلى توزيع تلك المحافظات على جماعة الكتل والنواب، وهؤلاء لا يستعينون بالخبراء أو المستشارين الاقتصاديين الذين يمكنون الدولة من النهوض. نعم. وبمعنى أكثر وضوح ودقة، أنهم لا يستهدفون بناء دولة أو إعمار. نعم. وإنما فقط الحصول على المكاسب الشخصية وإملاء جيوبهم من الموازنات التي كانت موازنات انفجارية وكبيرة خلال الخطط السابقة. يضاف إلى ذلك دكتور، إلى إملاء الجيوب، ما ذكره موقع اندبندنت عربية أن غياب السياسات الرشيدة أدى إلى انتشار ظواهر العوز والنقص المعيشي لدى أفراد الشعب العراقي. هل ترى أن الأسباب التي ذكرها موقع اندبندنت عربية وحدها هي
السبب في الفقر في العراق أم أن هناك أسبابا أخرى؟ العراق بطبيعته بلد ليس فقير، وإنما الفقر المدقع الذي يعيش به العراقيون هو غياب الحكومات الواعية والراغبة في بناء دولة وفي تحكيم اقتصاد تنموي من شأنه أن ينهض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. ولذلك ترى العوز المعيشي والتدهور الاقتصادي وازدياد الفقر وظهور العديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي جلبت الكثير من المآسي إلى العراقيين كالمخدرات مثلا والفساد الذي اجتاح كل مؤسسات البلاد من أقصاها إلى أقصاها. كل هذه أدت إلى أن يتفاقم الفقر حتى أصبح الآن بأكثر من 40% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع. وكذلك الظواهر التضخمية التي أدت إلى تدمير واقع الاقتصاد العراقي. نعم، أشكرك جزيلا دكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.